يبدو أن هذا الشهر أغسطس الأسود أو أغسطس الحزين لن يمحى من ذاكرة المصريين، الشهر اللي يعتبر مليء بالأحداث الحزينة والذكريات الحزينة اللي عبد الفتاح السيسي بيزودهم ذكرى حزينة أو مذبحة حزينة كل سنة. أغسطس آب 2013 كان شهر حزين على المصريين كلهم، ارتكب فيه عبد الفتاح السيسي مجموعة من المجازر، أهمها بطبيعة الحال مجزرة فض ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، مجزرة سموحة، مجزرة ميدان الأربعين، مجزرة مسجد الفتح، وأيضا مجزرة رمسيس الأولى والثانية، وأخيرا مجزرة عربية الترحيلات. مجزرة عربية الترحيلات واللي النهاردة بتحل الذكرى السادسة لها، واحدة من أبشع مجازر عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية. عربية الترحيلات والمجزرة حصلت يوم الحد 18/8/2013، يعني بعد 4 أيام فقط من مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية. في العربية اللي مساحتها 6 متر والسعة بتاعتها 24 شخص والحرارة فيها كانت 45 درجة، في اليوم ده درجة الحرارة كانت جوه العربية 45 درجة، كان فيها أيضا 45 معتقل، يعني العربية اللي المفروض بتشيل 24 معتقل عبد الفتاح السيسي حطوا فيها 45 معتقل من اللي اعتقلوهم بعد الممر الآمن في ميدان رابعة العدوية، ودوهم بعد كده لاسم مدينة نصر، خدوهم عشان يودوهم سجن أبو زعبل. العربية واللي وقفت قدام سجن أبو زعبل فقام الباشا الضابط ضرب قنبلة مسيلة للدموع أو قنبلة دخان داخل العربية اللي فيها 45 بني آدم جوه 6 متر، ما أدى بالنهاية إلى استشهاد 37 مصري بريء، بالإضافة إلى نجاة 8 أشخاص مصابين، وما زال بعضهم حتى الآن يعالج من هذه الأمراض أو يعالج نفسيا بسبب بشاعة هذا المشهد. نذكر جميعا النداء اللي كان بينادي عليه الشهداء، افتحوا احنا بنموت، احيا المصريين، على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الذكرى بعشرات الالاف من التغريدات تحت هاشتاج ذكرى المذبحة، وكذلك هاشتاج لن ننسى، وهاشتاج عربية الترحيلات. ناموسة الثورة بتقول 18/8/2013 زي النهاردة من 6 سنين ضابط ضرب قنبلة غاز جوه عربية ترحيلات فيها 38 إنسان في العربية أكتر من 6 ساعات في عز الصيف الشديد، 38 ماتوا كلهم، وهو أخذ براءة فرحان شكله بيقول لأهل 38 طز فيكم، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، هاشتاج عربية الترحيلات، هاشتاج مجزرة عربية الترحيلات. أما الثورة بتقول زي النهاردة اتحرقت 37 روح في عربية الترحيلات واتخنقوا بالغاز، 37 بيت اتوجع والجاني براءة، اللهم أحرق من أحرق قلوبنا عليهم، ومجزرة عربية الترحيلات. آخر تدوينة في الموضوع باخدها من ياسمينة بتقول ذكرى محرقة الترحيلات حين حرق الضابط 37 بريء في غياب العدالة، وهاشتاج لن ننسى. إذن لن ننسى مجازر هذا الشهر، لن ننسى جرائم عبد الفتاح السيسي، لن ننسى ما قام به عبد الفتاح السيسي من تقتيل في هذا الشهر، وسيظل أغسطس هو الشهر الحزين في تاريخ مصر الحديث.